وخمسة والصعود لدور الثمانية. أنا عايز أحيي فريق النادي الأهلي. أدي بص يا سلام مهندس خالد بورتاجي في الملعب مع سلجادو، منظر جميل. كابتن زيزو موجود أيضا. يعني عايز أقول عايز أحيي فريق النادي الأهلي على تواجده في هذه المباراة. مجرد ظهور البسمة على إدارة النادي الأهلي أمام أبنائهم الصغيرين.